تتابعوها، الرجاء متابعتها لأنها هي الأساسية. حصة مبارح، هي بعيدها كمان مرة، حصة مبارح هي الأساسية. خلينا نشارك الورقة العمل اللي معانا. تمام، يلا. هلأ بعدها ما صارت ساعة تسعة، تسعة اسمه واثناعش. تمام، درسنا الزمن هي أماما، خليكم معاي. بعدها هلأ الحصة هلأ بدت. يلا خلينا نشارك ورقة العمل. يلا احكوا لي إذا شايفينها بعدها ما ظهرت. تمام، هلأ بتظهر. تمام. هيها، ايوه يا عيني عليك يا رابع الف، انتوا رائعين وعلاماتكم رائعه جدا، يا عيني ما احلاكم. تمام. يلا هلا هي ورقه العمل كل قدامنا. تمام، نفسها هاي تم الشرح عليها. هاي اليوم بعيد كمان اعاده. تمام، احنا اليوم 20 الشهر. تمام، ايش يا امي؟ ايش حبيبتي؟ امبارح كان ايش؟ كان في حصة؟ لا، عملتها حصة واحدة، سجلتها على الإديونيشن يا ماما. حصة سجلناها على الإديونيشن كانت. تمام. يلا هيا هلا افهم، احضر الحصة نفسها اللي امبارح. يلا، ما هي مسجلة، انتوا ما بتفتحوا شو ما بتتابعوا الدرس، ما بتتابعوا الواجبات، ما بتتابعوا. لازم انتوا تقولوا لي يا مس شفناكي منزلة حصة. بدي ازيدوا علامة اللي بتصير يقول لي انا ايش عملت. مش تستنوا انا احكي شو ايش في على الانتينيشن. شو حكيت فيها يا رينا؟ يلا احكي لهم شو حكيت فيها الحصة. مثلا يلا انه لما الزمن اول شيء بيكون السنة هي اكبر وحدة، يا عيني على ايوه ممتازه. الك زائد واحد، الك زائد واحد. هيها حاضره ومتابعه الحصه. مين كمان تابعها؟ شو كمان حكيت؟ مين كمان تابعها؟ انا قلت لما انا معلش عارفه انه عندي امتحانات. يلا يا عون حضرت الحصه. انت حكيتي امس شو حكيت؟ ايش حكيت في الحصه؟ مش حكيت انه في مصطلحات كثيره، منهم الثانيه والدقيقه والساعه واليوم والاسبوع والشهر. تمام، انا حكيت صح حكيت هيك. تمام صح. كمان ايش حكيت؟ ايوه هيك بدي اياكم تابعوا الحصه، بزعل منكم. انا عندي مشاركتكم هاي وتعاونكم معي بالحصص وتفاعلكم اهم عندي من 100 امتحان. بتعرفوا هذا الحكي؟ تعرفوا اني بهتم في هيك اشي. لما اجي اسال اسئله ذكاء وبسرعه تجاوبني وتكون معي دائما في الحصه، عندي اياها بتسوى كل الدنيا. الامتحان عارفين كيف جاوبتوا. يلا اوكي، يلا خليني اعيد هلا. بسم الله نبداها. يلا، في عندنا مصطلحات جديده زي ما حكى لنا عون ومتابع الحصه، انه الثانيه اصغر اشيها، الدقيقه، بعدين الساعة، بعدين اليوم، بعدين الأسبوع، بعدين الشهر، بعدين السنة. إحنا عرفنا ميزنا كيف إشارة أكبر وأصغر. هلأ السنة أكبر من الشهر، والشهر أكبر من الأسبوع، والأسبوع أكبر من اليوم، واليوم أكبر من الساعة، والساعة أكبر من الدقيقة، والدقيقة أكبر من الثانية. تمام؟ هذول كلهن وحدات زمن، يعني بقيس أنا يا إما وقت يا إما زمن، المدة اللي أنت قعدت فيها. هلأ السنة الدراسية بتقعد 9 أشهر، مثلاً أنت بتروح على رحلة ممكن تقعد شهر، أنت بتروح أسبوع أقل، ممكن أنت تقضي يوم واحد رحلة بعمان تروح وترجع، ممكن أنت رحت زيارة عند صاحبك ساعة، مدة الوقت اللي قضيته مع صديقك ساعة. الدقيقة أنت لما أنت بترمش عينك، لا الثانية بترمش عينك بالثانية بقيس. الدقيقة وأنت بتفرشي بسنانك تتحمل دقائق، دقيقة دقيقتين. تمام، هلأ عنا في وحدات صغيرة ووحدات كبيرة. هلأ كل ما رحنا من السنة للشهر بصغر، الشهر أكبر من الأسبوع، الأسبوع أصغر من الأسبوع، أكبر من اليوم، اليوم أكبر من الساعة، الساعة أكبر من الدقيقة. شوفوا دائما أكبر ثم موجه على العدد الكبير أو الإشي الكبير. تمام، هلأ إذا أنا بدي أحول، ديروا بالكم من وحدة كبيرة، أول كلمة بحدد أنا هاي الوحدة كبيرة ولا يعني أكبر منها ولا أصغر. إذا كانت من الكبيرة
بدي أروح على صغيرة شو بنعمل؟ نضرب. هاي حطها درس قدامك. وإذا أنا رحت من وحدة صغيرة إلى كبيرة، من وحدة صغيرة لكبيرة نقسم، تمام؟ هلأ كل واحدة لازم أعرف على قديش أقسم، على واحد ولا على عشرة ولا على مية ولا على أربعين ولا أربعة وعشرين. بدنا نحفظ كل شيء، وأخذناه نظرة بصف ثالث تتذكروا، وركزنا عليها الفصل الأول يا ثالث لما كنت عندي كله كتبت لكم إياهن. الدقيقة إيش تساوي؟ 60 ثانية. لو راجعتوا كتابكم صف ثالث بتلاقون مكتوبات، أنا كتبت لكم إياهن في إيدي. الدقيقة تساوي، دقيقة الوحدة تساوي 60 ثانية، الساعة تساوي 60 دقيقة، الساعة الكاملة ساعة واحدة فيها 60 دقيقة، اليوم 24 ساعة، الأسبوع 7 أيام، الشهر فيه 4 أسابيع، الشهر 4 أسابيع، والشهر فيه إذا بدي أحوله لأيام فيه 30 يوم، والسنة كاملة، السنة اللي هي عبارة عن 12 شهر فيها، لو آجي أنا أو أقسمها لأيام أحولها لأيام فيها 365 يوم، والسنة فيها 12 شهر. واللي ما بعرف الرزنامة هيني أنا عملت لكم هيها، هي في رزنامة في كتابكو، هيها في كتابنا صفحة 81، هاي رزنامة 2021، فيها إنه السنة تساوي 12 شهر. شو هن أشهر السنة؟ قلنا كانون، هي طلعوا على كتابكو صفحة 81 يا ماما، كانون الثاني مثل شباط أذار. أيوة أيوة. إيش أول شهر؟ إيش أول شهر؟ إيش هو؟ كانون الثاني. كانون ثاني. إشبار، آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، تشرين. تشرين الثاني، كانون الأول. لو إجينا لكل لشهر من أشهر السنة هيا، إجيت أنا لشهر من أشهر السنة، إجيت أنا أخذت شهر مثلاً آب، تمام؟ هذا شهر آب، تمام؟ إجيت أنا كل أسبوع فيه مكون من 7 أيام، شوفوا ليش منقول الشهر فيه 4 أسابيع؟ هي الأسبوع الأول، هي الأسبوع الثاني، هي الأسبوع الثالث، هي الأسبوع الرابع، شفتوا كيف؟ ليش حكينا 4 أسابيع؟ لأنه أعطونا يعني متوسط حسابي، قالوا لنا إنه فيها 4 أسابيع، الشهر فيه 4 أسابيع، لأنه ليش؟ لما أنا أحكي الأسبوع هيو بيبدأ سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة. الأسبوع كم في يوم؟ 7 أيام، واليوم فيه كم ساعة؟ 24 ساعة. 24. تمام، شفتوا كيف الرزنامة مكونة يا ماما؟ شفتوها كيف؟ هاي هي الرزنامة اللي احنا بنتعامل معاها. احنا هلا في شهر نيسان، احنا بايش هلا؟ شهر 4 اللي هو شهر نيسان، مكون من 4 اسابيع. ايوه تمام. هلا نكمل الدرس، كثير حلو درسكم، سهل من حياتكم، من حياتنا العملية يا ماما، كثير حلو. يلا هلا منيجي في عنا، اذا احنا عرفنا هذا السلم يا امي ما بتتغلبوا حبايبي ولا شحطه ولا اشي. شوفوا كيف محكينا من الكبير للصغير، يعني الشهر اكبر من السنه اكبر من الشهر. اذا انا اذا بدي احول من سنه للشهر انحصرت في ايش؟ بدي اضرب في ايش؟ في 12. شو معنى هذا السهم؟ إني أنا نازلنا، إذا بنزل لتحت بضرب، إذا أنا رحت من السنة للشهر بضرب، إذا أنا رحت من الشهر للأسبوع بضرب في 4 اللي هم 4 أسابيع، إذا أنا رحت من الأسبوع بدي لأيام، الأيام فيها 7 بضرب في 7. إذا هيك أنا قاعد بنزل بالسلم، شفتوا كيف؟ هيك أنا بنزل، باجي بضرب، بشوف كم درجة أنا من السنة للشهر درجة بس، لكن الدرجة هاي كم فيها شهر السنة؟ 12، وبضرب في 12. هلأ إذا طلعنا على فرض طلعنا هيك السهم للأعلى بيكون، تمام؟ نقسم. ليش بنقسم؟ منحول من أيام
بدي أحول من يوم إلى أسبوع، من يعني من أيام إلى أسابيع، أو من أسابيع إلى أشهر، أو من شهر إلى سنوات. بدي أجمدهن. كيف أنت بتقول المئة قرش يلا نجمدهن لدنانير؟ أيوة، بنقسم على مية، إذن بيطلع عنا دينار واحد، بيطلع عنا دينار واحد، تمام. نيجي كمان شو أصغر من الأيام؟ قلنا الساعة والدقيقة والثانية. هلا من ساعة لدقيقة فيها الساعة الواحدة تساوي 60 دقيقة، الساعة الواحدة فيها 60 دقيقة. نيجي من الدقيقة للثانية فيها إيش؟ كمان 60. من الدقيقة للثانية إيش ماما؟ هلا تمام. الدقيقة الواحدة تساوي 60 ثانية، يعني من دقيقة هي ننزلت لا ثانية، أنا انزلت درجة واحدة اللي هي 60. تابعوا حصة مبارح فيها شرح أكثر وفيها أمثلة أكثر. اليوم خلص لأن مشروحة ومكتوبة، ونفس الحكي هذا حكيته مبارح. معلش تابعوها، في إشي مهم فيها وبجيبه بالامتحان. تحضروا كل حصة، تابعوها وظلوا اكتبوا كل نقطة أنا بحكيها، اكتبوها على كتابكم أمي، اكتبها على كتابك كل نقطة بحكيها أنا في الشرح. أنا بجيب من أسئلة الشرح، ديروا بالكم. مسجلات كل حصة، ما عمرني ما سجلت، كل حصة مسجلة. يا بنزلكوا حصة صف ثاني وغير حصة كل مسجلة، تمام. هلأ في عنا في أسئلة فوق ما حكيتوا لي يا ميس، نسيتي الأسئلة اللي فوق ليش؟ أيوة. يلا عنا 5 ساعات، حليتهم أنا مبارح هذول ولا لا ما حليتهم؟ مش حليتيهم. حليتهم رائعة يا رغد، أحسنتي، ممتازة، شايفيتوا الحصة. بس أصير أسألك شو شفتوا في ما قلت لك من الأول زائد واحد يا رينا، قلت لك من الأول زائد واحد. حكيت لك أول واحد، ما أنت حكيتي لي رائعة، شرحتي لي شو حكيت بالضبط. هاي ماما أمثلة خارجية، هاي شرح الدرس، هاي شرح الدرس يا أمي. يلا هذول أسئلة فهمي، لا أتحقق من فهمي هلا مننزل لها، بس لازم أحل أسئلة برانية خارجية يعني. يلا 5 ساعات، ها طلعوا علي، من شايفين كمان شوي بتصيروا تحفظوا السلم بدون ما تكتبوا. من ساعات بدي لا دقائق، شو أنا نزلت ولا طلعت؟ من ساعات لدقائق نزلنا. إذن أول كلمة، مين أكبر، الساعة ولا الدقيقة؟ الساعة. الساعة يا عين يا رغد، أحسنتي، إذن الساعة أكبر. قلنا من الكبير للصغير إيش بدنا نعمل؟ نضرب. نضرب، أيوة، من أيوة، من ساعات لدقائق بدنا نضرب. إذن 60، 60 ضرب إيش؟ ضرب 5. ايوه ايش بيساوي؟ ايش بيساوي؟ 300. يا عيني، برافو، 300، برافو. يلا الثاني، 660 ثانية بدي احول لدقيقة. مين اكبر؟ استنوا بدي اسال، استنوا يا ماما، هلا بسكر الهاي، استنوا شوي بدهم يسمعوا الطلاب، ما بيصير، ما سألت، هذا شرح درس. بدي أسأل مين أكبر، الثانية أم الدقيقة؟ مس الدقيقة. أيوة بس هون مس 660 ثانية، الدقيقة 60 ثانية. طيب استني علي أنا، انسي الرقم أمي، أنا بسألك مين أكبر، الثانية الواحدة أم الدقيقة الواحدة؟ الدقيقة. طيب ها انت انسي هذاك الرقم، اذا انت بدك تحولي من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ من صغير لكبير. يا عين عليكي. طيب اذا من صغير للكبير شو بدي اعمل؟ بدي انا هيك قاعد بحكي لك كيف انت بدك تفكر بالسؤال يا امي، لا تستعجلوا ولا تسرعوا لي. ها مسكنا مين اكبر، الساعة ولا الدقيقة؟ الساعة. اذا من ساعة خليني احكي، من ساعة لدقيقة أكبر. إذا رحنا من الكبير للصغير نضرب، هان نفس الإشي، بمسك
مين أكبر؟ الثانية، يعني كأنك بتتعامل مع ثانية واحدة. الثانية أم الدقيقة اللي هي مين أصغر؟ الثانية أصغر. مين أكبر؟ الدقيقة. إذا من الصغير، من الأصغر للأكبر قسمنا. إذا الثانية تساوي 60 دقيقة، إذا 660 تقسيم 60. كيف بنقسم؟ المقسوم علي، المقسوم في صفر والمقسوم علي في صفر. إذا نحذف صفر المقسوم وصفر المقسوم علي. 66 تقسيم 6 قسمتها امبارح قسمة طويلة وبتقدروا تشوفوها على الفيديو، وتساوي 11. أيوة أخويش يا غنى، 11 تمام. هلأ نيجي ل يا سما الطرمان، سما الطرمان، سما 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 يس. يا سما مين أكبر، الشهر أم الأسبوع؟ الشهر. يا عيني عليك، إذا إحنا رحنا من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير؟ من الكبير، من الصغير، من الكبير. ليش؟ مين قلتي مين أكبر، الشهر ولا الأسبوع؟ الشهر. طيب إذا رحتي من الكبير للأسبوع نزلتي، إذا إيش أنت من الكبير للصغير، إذا إيش بنعمل؟ هاي من الكبير، هاي الشهر للأسبوع، شو بعمل؟ ضرب. طيب يلا يا سما، في إيش بضرب؟ بمسك التسعة في إيش؟ هاي طلعي من الشهر للأسبوع، شو في إيش دي أضرب؟ في إيش؟ ضرب أربعة. رائعة، وتساوي 9 ضرب 4 36 أسبوعاً. ممتازة. يلا يا مجد، مجد 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 معاي. يلا يا مجد، مين أكبر، أسبوع ولا يوم؟ أسبوع. أسبوع، أيوة الأسبوع، لأنه الأسبوع فيه سبعة أيام. أنا بقول لك مين أكبر، أسبوع. هلا قذيت، أنت رحت رحلة، أنا رحت أسبوع وأنت رحت يوم، مين الأكبر؟ الأسبوع. إذن الأسبوع أكبر من يوم. إذن من الكبير للصغير شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ بدي أضرب. إذن بتصير عندكم هاي عملية هيك روتينية بتصيروا. إذن الستة في إيش بدي أضربها؟ ها؟ الأسبوع كم في يوم عديناهم؟ سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، إيه؟ الأسبوع سبعة أيام. سبعة أيام، رائعة يا غنى. إذن ويساوي سبعة في ستة قديش؟ 42 يوماً. 42 يوماً، عرفنا؟ إذا أنت لما تحل مسألة زي هيك أول شيء بدك تحدد أنا رحت من الكبير ولا للصغير. إذا من الكبير للصغير بدي أضرب، وإذا من الصغير الأصغر، من يعني الوحدة الأصغر إلى الوحدة الأكبر بدي أقسم، بدي أقسم، وبعرف أنا السنة كم فيها شهر، والشهر كم فيه أسبوع بعرف، والأسبوع كم فيه يوم بعرف، والساعة كم فيها دقيقة، 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية. تمام. هلا بنيجي أتحقق من فهمي صفحة 80. أتحقق من فهمي صفحة 80. يا أمي يلا يا جنى، جنى 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 يلا يا جنى، أحول. نعم. يلا ماما أحول. يلا حبيبتي، يلا ماما أحول. أحول كل مما يأتي وحدة قياسية. تمام يلا إلى الوحدة المبينة. يلا تمام. شو أول واحدة إيش بيقول لك؟ 180 دقيقة لأجدنا نحولها لساعة. انت جاوبيني وخلص. هلا الدقيقه شو مالها، مين اكبر، الدقيقه ولا الساعه؟ نعم ماما الساعه. الحصه خلصت. ليش خلصت؟ ما هي 12 بدت، بتخلص واحدة الا ربع. اسم الله عليك يا ماما. بس مش واحدة الا ربع،
إيه بتخلص واحدة إلا ربع يا ماما مالك؟ بتخلص واحدة إلا ربع. بدت على 12 مالك وين أنتي؟ وين أنتي؟ وين في أمريكا ولا وين؟ إيش الوقت اللي عندك؟ سما سمسومة وين أنتي؟ وين مسافرة سما؟ وين أنتي بالمغرب؟ مسافرة لمكان. إيه؟ مش مسافرة لمكان بس الساعة سافرت. طيب يلا يلا معلش غيرتي لنا جو من الحصة شطورة. يلا يا سما. لا أنا مع جنى هلا دور جنى. يلا يا جنى. الساعة هلا جاوبيني على سؤالي، من دقيقة لساعات شمال الدقيقة أكبر ولا أصغر من ساعات؟ أصغر. أصغر. إذا نقسم ولا نضرب؟ بدي إيش؟ من الصغير للكبير إيش نعمل؟ يعني بدي أجمد زي 100 قرش بدي أعملهم دينار. نقسم نقسم. طيب إذا من الصغير للكبير شو بعمل يا جنى؟ بقسم. من الصغير للكبير بقسم. يلا شو بقول؟ 180 دقيقة تساوي تقسيم تقسيم مساس. لا تعطيني الجواب بسرعة، أنت تقري الجواب. الدقيقة كم فيها شو اسمه؟ الساعة كم فيها دقيقة؟ مش 180 تقسيم. لا ما بدي الجواب، ما بدي الجواب، ما هي مكتوب في الكتاب، أنتوا فاتحين الكتاب. 180 تقسيم إيش يا جنى؟ تقسيم 60. تقسيم 60. طيب يلا كيف بنقسم؟ بنحذف صفر المقسوم مع صفر المقسوم علي. ديري بالك الدقيقة، لا بدي أحول من الصغير للكبير بقسم. الساعة تساوي بدي أنا لساعات، بدي أنا الساعة كم فيها دقيقة؟ 60 دقيقة. طيب إذا بقسم 60 تقسيم 180 تقسيم 60. 18 تقسيم 6 قديش بتطلع؟ ثلاث ساعات. انتبهي يا جنى، جنى انت دائما تتاخري في الاجابه. راجي ما يا ما المايك عندك بعيده يعني ما بعرف كيف. يلا لا انتبهي احكي الجواب ما انت الصوت عندك مش واضح. يلا يا راجي. لا راجي مايكك بيشوش. راجي طفي المايك. لا ايه ما بيفتح مايك راجي. طيب راجي طفي يا راجي. خلص خلص انا عادرك، بحط لك علامه، بحط لك 100 بس ما يطلع الصوت المزعج. رغد يلا يا رغد حتى الاولاد يسمعوا الحصه. ماما يلا يا رغد. 17 دقيقه تساوي مربع ثاني. تمام. لا مين اكبر الدقيقه ولا الثانيه؟ دقيقه انا بدي اروح من دقيقه لثانيه. شو من الكبير لا من الكبير للصغير؟ يلا ايش بدي اعمل؟ يعني ضرب. ضرب رائعة ممتاز. شو بدي أضرب؟ دقيقة 17. كم عنا دقيقة؟ كم عنا؟ 17 بدي أضربها إيش؟ 17. الثانية كم فيها دقيقة؟ عفوا الدقيقة كم فيها ثانية؟ 60 ثانية. يلا يعني 17 دقيقة ضرب 60 ثانية. ضرب 60. يلا تمام 60 يلا ويساوي ايش؟ 7 إيه؟ صفر وواحد. أيوة. حتى 6 يعني 60. تمام هاي بدنا نقسم من ساعة بدنا نحول. تمام هلا اذا من الصغير للكبير قسمنا ومن الكبير للصغير ضربنا. كيف بنضرب؟ هاي اللي ناسي الضرب مننزل صفر الستين أول إشي ومنضرب 17 ضرب 6. دائما تعودوا الطرق السهلة لأنه الأسئلة لما تكون ضع دائرة بدك تكون نبه وبسرعة تأخذ طريقة أسهل. 6 ضرب 7 42. 1 ضرب 6 6 6 ضربت الستة في السبعة هلا بضرب الستة في الواحد لا تنسوا الضرب. 6 بواحد 6 وأربعة 10. إذا طلع الجواب 1020. لا ننسى الصفر الآحاد. 1020.
تمام كويس شكرا. يلا يا رينا، رينا اقرأي لي سؤال، سؤال مثال لكتاب، افتح كتابك صفحة 81. يلا فراشات مثال لكتاب يلا. فراشات، فراشة الملكة نوع من الفراش الكبيرة تتميز بلونها البرتقالي والأسود ومتوسط عمرها 8 أسابيع. كم يوما متوسط عمرها؟ إذا إيش بدنا نحول يا ريني؟ جاوبيني من إيش بدنا نحول؟ من الأسابيع والأيام. يا عيني كم عنا؟ ثمانية أسابيع. دقيقة شوي علي بنت عمي، استني هي رينا بنت عمي أصلك بتصير. يلا يلا هلا إيش؟ ثمانية أسابيع. لإيش دي أحولها؟ لإيش؟ كم تساوي إيش؟ كم تساوي؟ لحظة شوية، أنت اسمك ريني؟ هلا يا ريني جاوبي في دوره. أيوة ريني جاوبي في دوره. شو حكينا؟ شو حكينا؟ شو اتفقنا يا سليمان؟ ولا عون؟ عون مس. عون؟ طيب. يلا. إذا الثمان أسابيع بدي أحولها لأيام. شو يعني إحنا رحنا إيش؟ لأن نزلنا لتحت ضرب، بدنا نضرب. لأنه الأسبوع أكبر من اليوم، الأسبوع أكبر. إذا بدنا نضرب، الأسبوع أكبر من اليوم، إذا بدنا نضرب، إذا 8 ضرب إيش؟ 7. أيوة سبعة. لأنه الأسبوع فيه 7 أيام، 7 أيام، ويساوي كم؟ 8 ضرب 7؟ 56 إيش؟ يوماً. يوماً، رائعة، شكراً إليك، رائعة. شكراً، كويسة شاطرة. سليمان باشا، يلا، يلا، أتحقق من فهمي؟ صفحة 81 يلا سليمان. يلا ابني يلا. أيوة أتيار يلا. أخير الفيل لمدة 4 سنوات كم متر ضاعت بالأشهر؟ إذا إيش برضع؟ أربع سنوات بدي إيش أحولها لإيش؟ 4 سنوات لإيش بدنا نحولها؟ لقصة. لا لا لإيش؟ بدك تفهم السؤال، أنت بدك تفهم، تكون السؤال من سنوات لإيش؟ كم المدة بإيش بده إياها؟ بإيش؟ بإيش بدي إياها؟ بدي أحول لإيش؟ بالشهور. بإيش؟ طيب يعني بالأشهر. وينك يا سليمان؟ وين رحت؟ سليمان دائما بتروح لما نجاوب بتروح من المسألة. وسكر الشاشة، اللي فاتح الشاشة يسكرها، اللي فاتح الشاشة معلش يسكرها. ما بيصير هيك. يلا ما واحد يفتح الشاشة، ها بصير أسكر عليك وكل شيء وأحكي لحالي. يلا لما بدي ياكو تطلعوا بتطلعوا، ما بيصير. يلا 4 سنوات لازم يكون مخبرين الأهل إنه بدك تفتح شاشة، ما بيصير. 4 سنوات بدي إياها بالشهور. يلا أو بالأشهر. تمام، شو بنعمل من سنة لشهر؟ إذن نعمل شو عملنا يا سليمان؟ سليمان جاوبني. إيه؟ منقسمها. طلع علي لحتى بتعرف إذا جيت وصلتك على الدار باكلك. طلع علي سليمان دايما بتجاوب. طلع علي من سنوات، مين أكبر، السنة ولا الشهر؟ السنة. طيب السنة، رحت من الكبير للصغير شو بنعمل؟ إيش بعمل؟ بنقى. إيش؟ تضرب. خلاص سليمان بلاش تجلطني، عن جد بلاش تزعلني. شو عندنا ساعة منقول يا بقسم يا بضرب. هلأ من السنة للأشهر بدي أضرب. كل سنة كم فيها شهر؟ شو قلنا في الرزنامة؟ كل سنة كم فيها؟ السنة كم فيها شهر؟ آه يا سليمان يلا يا عون جاوب معاه، السنة كم فيها شهر؟
أمس أمس. سنة كم فيها شهر؟ مش فيها 12 شهر. طيب بعد ما كتبتها؟ لا ما عجبتني اليوم. مش كيف حكيناها قبل؟ مش أنا عارفها قبل والسنة. طيب يلا بسرعة، ما هو بسرعة يلا. أنا 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 رابع رابع بحب هيك جواب هيك الفتحنة هيك يعطيني الواحد بسرعة يقنعني كأنك بتشرح لي يا مس. من السنوات للشهور من الكبير للصغير أضرب، إذا نضرب 4 × 12 مش كل بسحب منك الكلمة يلا. لا أصوات فيها 48 سنة، هدول أشياء عارفهم أنا. خلص يا عيني عليك، حقك علينا خلص. ها شكرا، حقك علينا يا ابنة. ايه بعدين كتبت 12 سنة. انا هذول مش مكتوبات في الكتاب، هذول اسئلة من هنا. تمام شكرا لك يا امي، شكرا لك. تمام اوف 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 عليكم. ننزبط لكم اياها يا باشا. يلا عيد لنا اياها، شو عملنا يلا شو عملنا يلا يا سليمان. سليمان وين رحت؟ يلا محيتها محيتها لانها طلعت مخربشه، حظك من السماء. يلا امي سليمان عون معاي. الو الو مايكم خرب. امس يلا شو عملت انا؟ بدنا نظبطها. نسيت شو حكيتوا لي؟ نسيت. يلا شو بنحكي؟ ايش 4 سنوات في ايش بضربها؟ في ايش بدي اضربها؟ في 12 تمام، لانه السنه فيها 12 شهر. 4 × 2 = 8، 4 × 1 إذا 4 ضربتها في 2، بعدين 4 × 1 = 4 بيطلع لنا 48 إيش؟ 48 يوم. يوم ولا شهر؟ شهر. ما أنت اللي حولت لإيش؟ لأشهر. 4 سنوات فيها 48 شهر. ركز ركز شو المطلوب. بسألك بالامتحان هيك، ما بقول لك تعملها، بسألك شو أنا عملت؟ طلعت سنوات ولا طلعت أشهر ولا طلعت أسابيع؟ ركز، بدي إياك تتعلموا الدقة في الرياضيات، بدي إياكوا شاطرين. يلا إذا طلعنا 8 زي شو طلبك هو؟ هانها طلبني من سنوات لأشهر، إذا أنا بدي الأشهر. هيك بدك تعرف من 5 أيام لساعات، إذا بدي الساعات. تمام شكرا لك سليمان وعون. وسما جاوبتي؟ سند ما سمعت صوتك. سند نعم يس النودة. يلا حبيبي أحل المسائل. يلا سهل درسنا كثير. ثلاث سنوات وأشهر 12. استنى هسه شو حكيت لي؟ من إيش؟ من سنة لأشهر شو بدنا نعمل؟ ضرب. ليش؟ لأنه السنة أكبر من الشهر. شو بدنا نضرب؟ 3 × 12 تمام. شو بطلع عنا؟ 36. رائع شكرا لك. 36 إيش؟ شهر. شهرا يا عيني عليك. شكرا يا سند، رائع. أنت أجوبة الذكاء دايما لك، رائع لك. زائد 1 على إحدى الامتحانات. يلا خذ، لأنك دائما بتجاوب أسئلة الذكاء، رائع. يلا سؤال 2. يلا بدي هيك حركة. طيب وما سؤال؟ سيف حداد. يلا يا ماما سيفو يا سيف. ألو سيفو يا سيف، أجب يا سيف، أين أنت؟ سيف مو معنا. طيب لو ما سألت بصير يقول مس ما سألتي، نحضنا. صفا سيف معنا، سيف بالحصة بس ما يكون خربان. صفا طيب عون جاوب. غنى حبيبتي غنى.
غنى يلا يا ماما غنى يلا يا ماما خمس أيام تساوي ساعة. أيوة مين أكبر الأيام ولا الساعة؟ اليوم ولا الساعة؟ إيه؟ اليوم. اليوم أكبر من ساعة واحد. اليوم أنت اليوم كامل 24 ساعة، ولا أقول لك روح قضي وقت ساعة، لا. يلا برافو. شو منقول؟ 5 ضرب 24. يا عيني عليكي، 5 ضرب 24 شو بتطلع؟ 5 في 4 بضرب 24، يعني هي أحد عشرات. 20 و5 في 2 10 و2 12، 120 إيش؟ ساعة. ساعة. شكرا إليك، رائعة يا غنى. لاريسا 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 مو معنا، ما مش مش جاوبت سألتك. محمد مصالحة، لأن كل واحد عنده ترك، اللي بسأله بحط عنده صح دفتر العلامات. محمد مصالحة ما بفتح مايكو، مس ما بفتح. ومحمد شوابكة برضه ما يا عيني عليهم. ومحمد جمالية مو معنا. أحسن. مش محمد جمالية بطل يدخل ولا حصة. طيب معلش. وميري ميري ميري أين أنت يا ميري؟ نور نور يا نور يلا. نعم. يا نور نور يا نعم عيني. يلا يا أختي خليكي معاي، وين أنادي 10 أصوات؟ يلا يا أختي. 36 أسبوع لشهر. يلا مثل الأسبوع أصغر من الشهر. إيش إيش؟ أسبوع تروحي على عمان ولا شهر تروحي؟ مين أكثر بتقضي وقت عند خالتك؟ الشهر. طيب أنت انسي اللي قدامها، انسي الرقم. أنت أول إشي بتسألي حالك هذا، مين الأسبوع ولا الشهر أكبر؟ انسي اللي قدامه. هي لا، أنا عرفت نور أخطت إنه 36 أسبوع فكرت. لا يا نور هيك بتسألي حالك، مين أكبر أسبوع ولا شهر؟ الشهر. إذا من الصغير للكبير شو بدك تعملي؟ بدي أقسم. إحنا بننسى الرقم اللي قدامها، الحكي اللي بحدد لي أقسم ولا أضرب بنتي. حبيبتي أنا فهمت شو قصدها نور، هي فكرت 36 أسبوع مزبوط كلامها أكبر، بس لا، إحنا يا ماما حتى أحدد أقسم أو أضرب باخذ أسبوع وشهر. يلا إذا مين أكبر، 36 أسبوع ولا الشهر؟ تمام. يلا يلا شو بحكي؟ 36 تقسيم إيش؟ 4. أيوة، لأنه الأسبوع الشهر فيه 4 أسابيع. يلا تمام. هسه ليش قسمنا؟ لأنه أنت رحت من شهر. نعم يا عيوني. نسأل المايك ما إيه؟ 36 تقسيم 4 عندي. مين اللي بتحكي؟ ميري؟ أنا ميري. يلا يلا سؤال 4. شكرا لك يا نور. نور حبيبتي شكرا. اذا بيطلع 9 أشهر. 9 أشهر. يلا شكرا لك يا نور. يلا يا ميري. 9 دقائق تساوي ثانية. ايوه. هلا شو معنى دقيقة؟ دقيقة ولا الثانية اكبر؟ دقيقة أكبر من الثانية. انسي التسعة ما إلي فيها، أنا بقارن الكلمات من دقيقة إلى ثانية. إذا من الكبير للصغير شو بدي أعمل؟ بدي أضرب 9 ضرب 6. أيوة. 9 ضرب إيش؟ ما سمعت. 9 ضرب 6. إيش؟ 60. أيوة. بنزل الصفر هيو، وتسعة ضرب ستة لتاش؟ ما في شيء فوق، فمن وين فوق؟ 9 ضرب 0 0. استني استني ميري ميري، لا ما بحب الجواب، ركزي. 9 ضرب 0 ماما 0، وتسعة ضرب ستة 54. إذا إيش طلع الناتج؟ 540. برافو. يلا شكرا إليك. شكرا. يلا
وائل، وائل حبيبي سؤال خمسة، هيها بالأسود اللي كاتبها أنا، يلا هيها، هاي هاي خمسة، هيها هاي خطأ، هاي خطأ، يلا تمام، يلا خمسة هيها بكتابك. وائل حبيبي، وائل، وائل معاي، وائل وين؟ وائل، وائل مش معانا؟ يس مش إيه؟ وائل لما يفتح المايك بيطول عنده. طيب معنا معنا بس ايه، وائل معنا بس المايك بيطول لما يفتح. اوكي خلاص، يلا. الله اكبر، مين هاد؟ امي حبيبي في حصه يا يمه حبيبي قليبي. من هذا سليمان، سليمان وعون. معلش معلش، خلص انا بس بنبه، خلص ما مش ضروري تقولوا لي مين اللي حكى، خلص عادي، بس انه الحصه بعدها ما خلصت يا ابني. يلا سؤال خمسه، هيها خمسه، خليني احلها انا لما انه يفتح مايكو، في مليان اسئله، هاي مش معاكو الخامسه هاي. يلا هلا هي 480 دقيقه لساعه، من دقائق لساعة، شمال الدقيقة أقل من الساعة، أنا ما إلي بالرقم هذا يا نور، إلي من الدقيقة لساعة، من الصغير للكبير أقسم، من الصغير للكبير أقسم، إذن 480 تقسيم الساعة كم فيها دقيقة؟ 60 دقيقة. 60 أحسنت يا سند، إذن قمنا صفر من هان، صفر من هان من المقسوم، وصفر من المقسوم علي، 48 تقسيم 6 ما هو العدد؟ بضربه ب 6 بيعطيني 48 اللي هو الثمانية، ممتازين. سؤال 6 يلا يا جنى، جنى جنى، سؤال 6، 35 أسبوعا، يلا ماما جنى معانا، جنى يلا يا راجي، راجي كمان مايكو مزعج، رغد يلا يا رغد، رغد سؤال 6، يلا سؤال 6 يلا ماما. 35 اسبوعا تساوي مربع يوما، هلا الاسبوع مين اكبر، الاسبوع ولا الاسبوع اكبر من اليوم؟ تمام، اذا ايش بدنا نسوي؟ بدنا ايش، شو قلنا من الكبير للصغير شو بدنا نعمل؟ بدنا نقسم. ايش بدنا نقسم؟ هلا هي فوقيك المسألة، من دقيقة لساعة، من أسبوع ليوم، شو بدي أعمل؟ نضرب. نضرب، إذا 35 أسبوع بدي أفرطهم يعني الأسابيع، يعني كل أسبوع في سبعة، كل أسبوع في سبعة. اليوم كم في ساعة؟ اليوم في يلا تمام ساعة. تمام، يعني إذا إيش بقول؟ 35 ضرب 24 ضرب 24، تمام، أنا ضربتها وكملت، لا مش 24 الأسبوع، مالك يا مش كم ساعة هاي، كم ساعة مالك في سبعة؟ رغد انتبهي، الأسبوع كم في يوم؟ الأسبوع فيه سبعة. طيب كيف تحطي لي 24؟ هذيك 24 ساعة اليوم فيه، انتبهي انتبهي يا ماما. إذا إيش بيطلع لما نضربها؟ طلع 245، 245. يلا سؤال سبعة، سؤال سبعة، 72 شهرا كم فيها سنة؟ لا لا بدي أحكي خلصت الحصة، آخر سؤال، آخر سؤال أنا بدي أشرحه مشان بدي أذكر الحصة خلصت. 72 ماما حبايبي، 72 خليكوا معي آخر كلمتين بدي أحكيهن حتى الكل يكون متمكن من المادة، في ناس بعده بغلطوا. شوي إيش؟ أنحل يلا أنحل، مش أنا طيب طيب بدي أشرحه للكل يا أمي، في ناس بعده مش فاهمه، وصلني هلا رسالة حبيبي إذا سمحتوا. طيب بعدين بودي الحل يا حبيبي، لا تخاف، خليني أحكي، ما ضل دقيقتين خليني أكمله، آخر دقيقة بتصيروا بدكم تنقلوا ببعث لكم الحل، ما عمرني قصرت. يلا 72 شهرا بدي أحولها لسنوات، من شهر لسنة، الشهر
أقل من السنوات يا غد رغد رغد بقسم يا ماما الشهر أقل من السنة إذن أقسم انتبهي أقسم إذن بدي أقسم 72 تقسيم 12 هلا ال 12 كم فيها 72 لما عديناهم طلعوا ستة سنوات طلع ستة سنوات انتبهوها آخر واحدة قبل ما 420 من الثواني للدقائق شو بدي أعمل يا رغد طلعيها من الثانية أقلها الثانية أقل من الدقيقة إذا كمان بدي إيش أقسم خليتيني أخترع والكلمة طارت نسأل يلا بكملها المرة الجاي خلص يلا شكرا لكم حصتكم حلوة حلوة يعطيك العافية هلا يا ماما هلا كلكم بدكم تجاوبوا كلكم يا ماما أنا بعرف